محمد فتحي، عضو في فريق جرامافون. هدفنا ان احنا نسمع الناس حاجات من التراث او المزيكا المنسية، بس بننبسط مع الناس، بنخلي الناس تقول هم عايزين يسمعوا ايه، هم حابين ايه، علشان نسمعهم ده ونجيب لهم الحاجات اللي شبهها، الحاجات اللي ممكن ما يكونوش سمعوها. بنحاول نكون مغطيين مزيكا مناسبة لكل وقت في 24 ساعة، بحيث ان لما حد يجي يسمع جرامافون ما يقفلش. في آخر الليل الساعة 11 ابتدينا فقرة أم كلثوم، وقعدنا فترة لحد ما الناس بدأت تتعود ان الساعة 11 يعني أم كلثوم، والناس بقت تتجمع وتسمع أم كلثوم معانا في شكل شبيه لفكرة الناس كانت بتلم حوالين الراديو ويقعدوا يسمعوا أم كلثوم. تقدر تسمع جرامافون على أي سمارت فون عن طريق الأبليكيشن بتاعتنا، بيقدم فيه 7 محطات بتوعنا، الراديو الرئيسي و6 محطات اللي جنبه. ذلكم أهلا بكم مثال واحد من أمثلة عدة لمحطات إذاعية تحلق في آفاق شبكة الإنترنت.